للمزيد بشأن تطورات وتداعيات الأوضاع في غزة واستمرار الاحتلال في عملياته العسكرية في مدينة رفح وعودة القصف على شمالي القطاع بعد فشل جولة محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة. ينضم إلينا عبر سكايب من جنين عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية الأستاذ عبد الله قبها. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور، أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. كذلك ينضم إلينا من الكويت العاصمة عبر الهاتف الكاتب السياسي الفلسطيني الأستاذ عبد الله بغدادي. مرحبا بكم أستاذ علي. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله. نبدأ مع الأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، في اليوم 21 بعد 200 من العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، الاحتلال يستمر بارتكاب المزيد من المجازر في مخيم النصيرات وخان يونس. هل ممكن فهم هذا أنه تمهيد من الاحتلال لاقتحام المحافظات الجنوبية لغزة؟ نعم، مساء الخير لكم جميعا. الحقيقة أنه الاحتلال، قوات الاحتلال الصهيوني منذ 221 يوم لحتى اللحظة هي مستمرة في تدمير كل مناطق غزة من شمالها ووسطها وجنوبها. فلا يمكن الآن أن نقول أن النصيرات ودير البلح في وسط قطاع غزة وكأنها منطقة منعزلة عن التدمير الصهيوني. هي قوات الاحتلال الصهيوني تدمر كل ما في طريقها في غزة، مخيمات ومن كل أماكن والعبار والمستشفيات وكل شيء في غزة في القطاع ككل دمر، وبادية بالتدمير وتدمر مربعات سكنية بكاملها وتدمر البيوت على رؤوس ساكنيها. والآن طول وقت يقولوا أنه سنجتاح رفح سنجتاح رفح، والعالم كله يقول تريثوا أو لا داعي أو إلى آخره، بترجوا في الكيان الصهيوني رجاء أن لا يدخلوا رفح، إلا أنهم الآن هم بدلوا في رفح، بدأوا باعتبار باحتلال رفح لأنهم احتلوا المعبر رفح وبنفس الوقت محور صلاح الدين وبنفس الوقت في المناطق الشرقية من رفح بدوا فيها اللي هي حي جنينة، حي التنور، حي السلام، حي البرازيل، وهم الآن بصدد الوصول إلى قلب رفح. ما معنى أنهم يهددوا باقتحام رفح؟ هم عمليا باقتحامين رفح، ولكن الخطة أن تكون أمام العالم وليس قدما وليس موضوع تدمير مباشر إلا أنه يقدموها قدما حتى وصول إلى القلب. وبنفس الوقت نحن نرى أنه نزح من رفح خلال الست أيام الماضية 450 ألف فلسطيني، الآن هم معظمهم في العراء، نزحوا إلى مناطق غرب منطقة خان يونس، منطقة المواصي، ووصلوا إلى مناطق دير البلح في وسط قطاع غزة بدون ماء، بدون غذاء، بدون أموال، بدون أي شيء يعني لهم هناك، ولم يجهز لهم أي شيء. فمن هذا المنطلق يعني الاحتلال ماض في غيه وضلاله واقتحاماته وتدميره لقطاع غزة كل مناطق. أستاذ علي، في ذات السياق، يعني ما الهدف من تدمير الاحتلال للآبار، آبار المياه وشبكات الصرف الصحي في حي الزيتون؟ هل هي وسيلة جديدة لإخراج الأهالي وكذلك النازحين، أم ربما أسلوب يستخدمه الاحتلال للضغط على الحاضنة الشعبية لتغيير موقفها الثابت من دعم المقاومة الفلسطينية؟ تحياتي لك أخي الكريم وللمشاهدين جميعا. طبعا هو العدو بتصرفه هذا هو يمارس ما دأب على تصرفه وعمله منذ بداية العدوان على غزة. هو يعلن ذلك بشكل واضح، يريد أن تكون غزة منطقة غير خاضعة، غير يعني قادرة للحياة. هو لا يريد الشعب الفلسطيني أن يستمر في حياة كريمة في غزة. هو يحاول أن يفعل آلية للتهجير الطوعي بعد أن فشل في التهجير القصري، وبالتالي هو بكل ممارساته سواء من تدمير البنية الصحية أو البنية الخدماتية في قطاع غزة، حصار الناس، تجويعهم، هو في النهاية يهدف في المقام الأول ضرب الحاضنة الشعبية حتى تتحول غزة كما يدعي هو ويزعم إلى منطقة لا تمثل تهديدا على الكيان
الصهيوني. هو للأسف حتى هذه اللحظة فشل في كل محاولته، وكلما فشل في محاولة يحاول مرة أخرى. القضية الآن والمعركة الآن هي في أفطر مراحلها، لأن الاستهداف بشكل مباشر لمناطق أولا تم أعلن سابقا سيطرته عليها، وتم وثبت باليقين بأن اليد العليا لا تزال للمقاومة، نعم. وأيضا هو يحاول شن أو اجتياح بري لرفح، بدأه بالفعل، وأخطر ما حدث هو سيطرته على معبر رفح لإحكام الحصار على غزة. نحن عندنا ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى، وعندنا ثقة بصمود شعبنا، وعندنا ثقة بمقاومتنا، بأن كل هذه المحاولات ستفشل ولن يجني منها إلا مزيدا من الخيبة والفشل. طيب، هنا في المقابل كما ذكر الأستاذ علي صمود المقاومة، خاضت المقاومة أستاذ عبد الله اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وتقصف تجمعاته لا زالت، وكذلك استعادت أو عادت مرة أخرى برشقات صاروخية على عسقلان. بما تفسرون الصمود التكتيكي للمقاومة بعد مرور 21 أو 221 يوم؟ كيف صمدت المقاومة بعد أن دمر الاحتلال معظم المناطق في غزة ويريد أن يصل إلى أنفاق، أن يصل إلى قيادات، أن يصل إلى أعضاء في المقاومة ولكنه عجز؟ بما تفسرون كل هذا الصمود والتكتيك على أرض الواقع للمقاومة؟ نعم، هذه حقيقة على أرض الواقع، بأن صمود المقاومة ومطاولتها إلى حتى الآن في أكبر حرب عسكرية يشهدها الكيان، دولة الكيان الصهيوني، لم يشهد 7 شهور أو 8 شهور من الحرب المتواصلة هذا الكيان، وذلك بفضل مطاولة المقاومة. وبنفس الوقت هذا يدل على إدارتها وسيطرتها على الميدان، على المعركة. وهذا إن دل يدل الآن الرشقات الصاروخية تصل إلى عسقلان، تبعد أكثر من 20 كيلو متر عن منطقة قطاع غزة. وبنفس الوقت بالوقت اللي هم أتوقعوا أنه مخيم جباليا وشمال غزة انتهت المقاومة هناك، لسه وما زالت المقاومة تقاوم وبشكل يعني ضاري مع قوات الاحتلال، ويكبدونها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وبنفس الوقت هذا كما نقول وقلنا دائما يدل على مدى سيطرتها وإدارتها الكاملة على الميدان بطرق مختلفة. طيب أستاذ علي، بعيدا عن غزة وبعيدا عن ما تعانيه الحاضنة الشعبية وقطاع غزة معاني، في ظل فشل جولة المفاوضات في الوصول إلى صفقة لإنهاء الأزمة، وفي ظل تصميم قوات الاحتلال على استمرار العمليات العسكرية، هل ممكن أن تكون هناك فرصة قريبة لعودة المفاوضات على طاولة الحوار مرة أخرى بعد ربما وصولها إلى قرار نهائي ثم الرجوع ثم رفض المفاوضات؟ هل يمكن أن نشهد مفاوضات قريبة؟ لا أعتقد ذلك. الاحتلال بسيطرته على معبر رفح هو في الحقيقة أطلق الرصاص على هذه المبادرة، وأفشل مساعي الوسطاء. الوسطاء بذلوا جهودا للوصول إلى يعني مبادرة كانت مقبولة إقليميا، مقبولة من الوسطاء من الطرف المصري والقطري، مدعوم أيضا من الطرف الأمريكي، ومع ذلك رفضها نتنياهو، بل وبدأ هجومه البري على رفح. وبالتالي سيكون من العبث الاستمرار في مجرد جولات التفاوض من أجل التفاوض. استراتيجية نتنياهو التي بناها في عملية التفاوض هي استراتيجية قائمة على استمرار القتال وإشغال الناس في موضوع المفاوضات حتى يقدم مادة داخلية لشعبه بأن هناك مفاوضات، حتى يصدر أو يعطي بعض البنادول لأهالي الأسرى. طيب، بينما إعلان واضح من المقاومة وقف المفاوضات، لأن المقاومة كانت بالفعل تريد في استراتيجيتها الوصول في النهاية إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وهذا ما لا يريده نتنياهو. وبالتالي الاستمرار في التفاوض دون أفق ودون نتيجة هو سيصب في، أولا سيضغط على الحاضنة الشعبية في داخل غزة بيمنيهم بما ليس في الأفق، وفي نفس الوقت سيعطي يعني بعض المهدئات إلى الشارع الإسرائيلي الذي يضغط على نتنياهو من أجل إطلاق سراح
الأسرى. بالتالي أعتقد في تقدير موقف أولي بأنه لا أفق لاستمرار المفاوضات إلا أن جد جديد أو حدث ضغوط أخرى أو أي مستجد في ما يتعلق بالمشهد ككل. طيب إذا يعني أستاذ عبد الله، كيف ترى الموقف الدولي من الأزمة المتواصلة أكمل شهرها السابع دخلت في الثامن مع استمرار الاحتلال في ارتكاب مزيد من المجازر ضد المدنيين؟ ما مدى تأثير الرفض الشعبي الحراك الطلابي المتزايد على موقف المجتمع الدولي الذي لا زال لحد هذه اللحظة مخزي تجاه الأزمة في غزة؟ نعم صحيح، يعني احنا بنقدر يعني نوجزها في انه هو حرب على الروايه، يعني الروايه الفلسطينيه والروايه الاسرائيليه. فعندما تتحرك الطلاب، جماهير الطلابيه في اكبر واشهر جامعات امريكا ومن ثم تنتقلت الى كندا والى المانيا والى كثير من دول اوروبا، بالذات الجامعات، يعني هي الطبقه المثقفه. نعم. هذا يعني أن الرواية الفلسطينية يعني بدأت يعني تدخل أذهانهم، وبنفس الوقت بدأوا يستوعبوا الرواية الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني هو شعب تحت الاحتلال وشعب يقاوم الاحتلال. ومن هذا المنطلق هي بدأت السابع من أكتوبر، هي لأن الشعب الفلسطيني يريد يعني الاستقلال ويحارب المحتلين. فمن هذا المنطلق ايضا خسرت الروايه الاسرائيليه، وبالذات احنا بنعرف لما الرئيس الامريكي بايدن لما قال ان الفلسطينيين قطعوا رؤوس الاطفال والنساء والاخره، هذا ان دل يدل على ان الروايه الفلسطينيه هي التي تنجح الان. بالرغم من مقاومه الاعلام الصهيوني في اوروبا وفي امريكا ومن شراسته تجاه القضيه الفلسطينيه وتجاه الشعب الفلسطيني وتجاه المقاومه، يعني ما نقول انه احنا يعني اصبحت السجاده الاعلاميه يعني مفروشه بالورود، لا لا، لكن هي البدايه عندما تتحرك الجماهير الطلابيه والجماهير الشعبيه في كل ازقه في كل شوارع تقريبا اوروبا او معظمها، هذا يعني ولو بشكل بسيط، اما نقدر ان نقول ان بدات خطوات الاداره الاعلاميه الجديده بانه الشعب الاوروبي والامريكي والغربي انه بدا يفهم المعادله الفلسطينيه او الروايه الفلسطينيه كما هي كما يراد الحال. استاذ علي، ايضا لا زلنا في اطار المجتمع الدولي ولا زلنا في اطار قضيه غزه. امس في مؤتمرهما الصحفي وصف رئيس وزراء اليونان المقاومه الفلسطينيه بالارهابيه، بينما رد الرئيس التركي أن بلاده ترى حماس وأخواتها من حركات المقاومة أنه هي حركة مقاومة وطنية. كيف ترى الموقف التركي منذ بداية الأزمة ولحد اليوم، وخصوصا أنه بعض الأنظمة العربية أخذت تأخذ ربما موقف مضاد للمقاومة وخصوصا طوفان الأقصى؟ يعني بالنسبة للموقف التركي فيما يتعلق في خطابه، هو موقف متقدم. عندما تكون دولة إقليمية كبرى ولها وزنها الدولي بحجم تركيا ويصرح رأس الدولة فيها أردوغان أو رئيس أو وزير الخارجية فيها بأن حركة حماس هي حركة تحرر وطني وليست حركة إرهابية، هذا يعاكس الخطاب الإسرائيلي ويعاكس الخطاب الأمريكي الذي كان بنى استراتيجيته من البداية على محاولة دعشنة حماس وتحويل الحرب إلى معركة دولية ضد الإرهاب. فجاء الموقف التركي وقبله أيضا الموقف الروسي والموقف الصيني الذين جميعا رفضوا وصم حركة حماس بالإرهاب وأصروا على أنها حركة تحرر وطني. أعتقد أن هذا الموقف سياسيا، هذه مواقف مهمة جدا في مشهد الصراع. طبعا على المستوى العمليات او التفصيلي، كنا نتمنى من الموقف التركي موقفا اكثر تشددا، ما هو مأمول كان من موقف الحكومه التركيه اكثر فيما يتعلق بمقاطعه البضائع او التجاره او قياده تحرك واسع اسلامي من اجل الوصول الى اجبار الكيان الاسرائيلي على وقف اطلاق النار. لكن نعتقد ان الموقف التركي في اطاره للتقدم شيئا فشيئا، خاصه ان القضية أصبح لها يعني تداعيات على الداخل التركي وعلى الناخب التركي. نعم. الموقف التركي هو موقف مشكور ولكن نريد المزيد. طيب
لو تحدثنا أستاذ عبد الله عن الداخل المحتل، المشهد هناك من أهالي الضحايا المحتجزين وأهاليهم، هل يشكل ضغطا وعاملا حاسما في ظل التقارير والتصريحات المسؤولين السابقين في الحكومة الإسرائيلية؟ التقارير تقول أن الهدف من العملية العسكرية قد فشلت، هل يمكن أن تغير من هذه التقارير من قناعات نتنياهو وحكومته، أم أن هناك ربما أهداف غير القضاء على حماس موجودة في الداخل وفي الجهات الداعمة لنتنياهو؟ لا، هو في الحقيقة نتنياهو كما كنا مستمر في غيه ومستمر في حربه على غزة لعدة أسباب. أول السبب الأول أهداف شخصية له كما قلنا، وكما يعرف القاسي والداني، العالم كله يعرف، الصحافة الإسرائيلية، صحافة الكيان نفسها دائما وأبدا يوميا وأسبوعيا يتحدثون عن أهداف نتنياهو، بالإضافة إلى أن العالم كله فهم معادلة الكيان الصهيوني الداخلية، أن نتنياهو يعرف أنه في اليوم الأول الذي يوقف العدوان على غزة هو سيسقط، إما سيحاسب بمحاكم الفساد، إما ستسقط حكومته. بنفس الوقت الآن هو أسير الجبهة العنصرية أو الأحزاب العنصرية الفاشية اللي هو سموتريتش وبن غفير، هذول إذا طول وقتهم بيقولوا سنستمر في القتال، سنستمر في العدوان على غزة، بنفس الوقت لأنه إذا هو أنهى عدوانه فستسقط حكومته، أي أم لا يعطوا يعني هم سيسقطونها. بنفس الوقت أنه مجلس الحرب حتى بيني غانتس وحتى وزير الدفاع يوآف جالانت ومعظمهم يؤيدون يعني عاد اتفاق ووقف القتال وهدنة، ونفس الوقت لأنهم يضغطوا عليهم أهالي المختطفين أو أهالي الأسرى الإسرائيليين، يخطفوا يعني يضغطوا بهذا الاتجاه، وهم يتوائموا مع الشارع الإسرائيلي بأنهم كفى يقول نتنياهو، لكن نتنياهو مستمر في غيه بالرغم أنه انحرف المجتمع الإسرائيلي كله نحو اليمين في الفترة الماضية، وليس فترة 7 أكتوبر، لكن قبل 7 أكتوبر هو بوجود نتنياهو انحرف الشارع الإسرائيلي نحو اليمين، واليمين منخرط من هذا المنطلق. يعني في عادلة داخلية بالإمكان أنه تضغط أهالي الأسرى أو أهالي المختطفين على حكومة نتنياهو. من جنين عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية الأستاذ عبد الله قبها، شكرا لكم على وجودكم معنا، ونشكر كذلك الكاتب السياسي الفلسطيني الأستاذ عبد الله بغدادي كان معنا من الكويت، شكرا لك أستاذ علي.